الزملكاوية فين؟ الزملكاوية فين؟ مش هبدأ كلام غير لما كل واحد يجيب لي صاحبه الزملكاوي في الكومنتات. حفلة حفلة حفلة، الأهلي بيحفل على الزمالك وبيذل الزمالك في استاد القاهرة. رباعية بالراحة، رباعية بالراحة، كان ممكن تبقى 6 7 8 عادي، لكن احنا اللي ريحنا. الصوت التاني رباعية على الرايق، مستر حسين الشحات أفضل وينج في مصر. يلا وموقف وأنت بتتكلم على حسين الشحات، وموقف وأنت تسمع اسم حسين الشحات افضل وينج موجود في مصر، لا تقول لي زيزو ولا شيكابالا. احتفال البوكس فين يا جدعان؟ ما شفناش احتفال البوكس النهارده ليه؟ حسين الشحات يضرب بثنائيه، بسم الله الرحمن الرحيم، والهدف الاول لحسين الشحات. طبعا عيب لما اقول لك مين نجم المباراه، طبعا هيبقى عيب في حقي لما اجي اسالك واقول لك مين نجم الماتش النهارده، ما ينفعش اسالها لك، اصل هبقى ساذج قوي وانا بسال وبقول مين نجم الماتش. مش هينفع انت ترد عليا وتكتب لي حسين الشحات في الكومنتات. فسؤالنا النهارده ايه؟ مين تاني نجوم المباراه بعد حسين الشحات؟ تعالى لي يا زملكاوي. عرفت يالا؟ عرفت انت ليه ما جتش ماتش السوبر؟ عرفت انت ليه انسحبت من مباراة السوبر وقلت قال ايه محمود كهربا بيلعب في الماتش مش هينفع اروح؟ عرفت ليه ما لعبتش السوبر؟ شير يا ابني اللايف، شير اللايف ووديه في كل حتة كده، وهات لنا اصحابك الزملكاوية في الكومنتات. عندنا حفلة، عندنا حفلة النهاردة، رباعيات مارسيل كولر وثلاثيات مارسيل كولر، اديناهم بالتلاتة في الدور الاول، اديناهم بثنائية في السوبر اللي ما انسحبوش منه، انسحبوا في السوبر. طب تعالى لي في الدوري، ما انا مش هحلك. اوعى تفتكر ان انت لما تجري مني في السوبر ان انت كده خلاص فلتت مني وهحلك. اقسم بالله ما هحلك، هصطادك في الدوري وهديك بالاربعه بالراحه. هتقول لي العارضه بتاعت زيزو، هقول لك طب والعارضه بتاعت محمد مجدي قفشه في الشوط الاول ايه رايك فيها؟ القضيه اللي ضربها محمد مجدي قفشه بس ما جاتش دي. سيبك من كل الكلام ده، ايه رايكم في اسوريو؟ ايه رايكم في الدكتور اللي عمالين بيطبلوا له بقالهم ساعه؟ مسكوا كولر النهارده نفضه في استاد القاهره، نفضه حرفيا، حطه على النجيله كده ومسك المنفضه وقعد ينفض فيه لحد ما يبان له صاحب. فين اسوريو يا جماعه؟ فين الدكتور بتاع الزمالك اللي عامل ماتشات جامده وبيكسب بسته وبيكسب ببتاع؟ احنا الاهلي يلا، احنا النادي الاهلي رقم واحد في افريقيا، لما تلعب قدامنا تلعب باحترام، تحط فريقك كله ترصه في الدفاع وتلعب زون ديفنس زيك زي باقي الفرق، تركن الاتوبيس ورا، الاتوبيس بتاعك تركنه ورا وترص لعيبتك كلها جنب بعض، لكن تفكر تهاجم الاهلي؟ انت راحت منك ولا ايه؟ بتهاجم النادي الاهلي، بتهاجم الكبير، دب 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 دب. الشوط الاول بلعب لوحدي يا باشا، بلعب لوحدي قسما بالله. الشوط الاول شير اللايف، شير 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 في كل حته، طير اللايف في كل حته كده، وهات لي اصحابك الزملكاويه في الكومنتات، عايز اسلم عليهم يا جماعه، عايز اسلم عليهم. اقسم بالله هيستخبوا، هيجروا الجحور ويحفروا ويحطوا يحفروا حفره في الارض كده ويحط راسه تحت ويردم عليها، مش هتشوفوهم، مش هنسمع اي صياح. ضربه جزاء هي اللي جابوا بيها الجول، ما بيسجلوش غير ضربات جزاء، هي ضربه الجزاء دي زي ختم النسر في الماتش. هو انا لازم بلعب مع الزمالك لازم ضربه، لازم زيزو لاقيه واقف على نقطه البيلين يسجل ضربه جزاء؟ ما تقرفوناش بقى، هو لازم كل ماتش ضربه الجزاء يا جدعان؟ يلا مش مشكلة، قسما بالله ضاع مننا سكور تاريخي النهارده، كوبي باست بالظبط كده من مباراة موسيماني بتاعت 5-3، خرجنا من الشوط الأول ب 3-0، اكتساح وفرض عضلات من النادي الأهلي في الشوط الأول. الشوط الثاني الموضوع بيبقى مختلف، الشوط الثاني كان فيه شوية تغييرات وشوية حاجات كده، هنتكلم عن كل التفاصيل. احنا سهرانين، احنا براحتنا النهارده يا باشا، شير لللايف بسرعة ولايكات، أنا عايز أشوف اللايكات والقلوب الحمراء كتير على جنب، وكله يقول مبروك في الكومنتات، مبروك 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 على رباعية النادي الاهلي امام الزمالك. اهو كده الدوري يبقى حلو، اخد الدوري بلا هزيمة، اكسب الزمالك بالاربعة، ادي بيراميدز 3، الزمالك الدور الاول بالثلاثة، مين يوقف الاهلي؟ جاوبونا يا جدعان، مين يقدر على الاهلي؟ مين يقدر يوقف الاهلي؟ ده كل ده من غير امام عاشور. خد هنا يا زملكاوي ما تعيطش، خد ما تعيطش، اهدى كده بس، اهدى كده. هنتكلم عن تفاصيل المباراه، المباراه اللي وجعت قلوبنا النهارده قبل الماتش. شويه يقول لي ديانج مش هيلعب، شويه يقول لي مروان عطيه مش هيلعب، شويه يقول لي ابدا بفخري من اول الماتش. فخري ايه بس؟ فخري ايه ده؟ انا بلعبكم نايس لاعب النهارده يا جدعان، الاهلي النهارده بيلعب 10 في الملعب، فخري ده بيلعب معاكم مش معانا.
ماتش كبير، ماتش جميل، الحمد لله على الفوز، الحمد لله على نعمه النادي الاهلي. والله معيشنا في فرح دايما، معيشنا في انبساط دايما، معيشنا في احتفالات دايما. فرقه بتعيط طول الموسم وطول المواسم، وفرقه على طول بتحتفل، باخد دوري وباخد كاس وباخد سوبر، باخد افريقيا، باخد كل البطولات، بمسك الزمالك انفضه رايح جاي، امسك بيراميدز انفضه في نهائي الكاس وفي السوبر وفي الدوري. ايه يا جدعان، زهقنا اقسم بالله. يا الكوره كانت مكسب وايه، ما حد يفكرني. مارسيل كولر نسانا حاجه غير المكسب في الكوره. الحمد لله على نعمه النادي الاهلي وعلى نعمه مارسيل كولر. خلينا بقى نتكلم عن تفاصيل، شويه تفاصيل كده بقى في المباراه، وعندنا كذا حلقه بكره في رد فعل على الماتش. اوعى يفوتك، اوعى يفوتك رد فعل المباراه. تنزل على اليوتيوب الاول، روح على اليوتيوب دلوقتي، اعمل اشتراكك وفعل الجرس واستنى رده الفعل، رده فعل على ماتش خيالي، ماتش خيالي. لازم تشوف رده الفعل والفرحه بالاجوال وايه اللي حصل في المباراه والتحول من الشوط الاول للشوط الثاني وكل الحاجات دي. خلينا نتكلم الاول ان الاهلي بدا بال 4 3 3 بتاعته، ال 4 3 3 محمد هاني معلول ياسر عبد المنعم، زي ما قلت بالظبط في حراسه المرمى الشناوي، قسما بالله ولا تغييره، تغييره وحيده بس في نص الملعب. قلت اليو ديانج هيبدا قفشه معاه والقندوسي، لان انا ما بحبش فخري، انا بشوف فخري ده لعيب اقل من النادي الاهلي. النهارده بيثبت كده، اقسم بديني ما بيعرف يباصي، لعيب ما بيعرفش يباصي، لعيب انا بباصي احسن منه. لو جه كده عمل اختبارات مع النادي الاهلي، بسم الله الرحمن الرحيم، اختبار للاعب ده وريني بيباصي ازاي، هتلاقيه بيباصي غلط يا جدعان، بيباصي غلط يا جدعان، لعيب بيباصي غلط. هو اي حد بيجري وخلاص يلبس تيشيرت النادي الاهلي ويلعب؟ محمد فخري في نص الملعب قدام بيرسي تاو على اليمين، وسوبر حسين الشحات كل يوم يقف، كل يوم يقف حسين الشحات ناحيه الشمال، حسين الشحات ناحيه الشمال، الافضل في مصر، افضل وينج موجود جوه مصر ناحيه الشمال يا ابني. ومهاجم محمود عبد المنعم كهربا اللي بينسحب لما بيكون في الملعب، اللهم ما انسحبتش ليه، والله كنت انسحبتك رملك، كانت اتحسبت 2-0 وخلاص يا عم، مش مشكله، ما انت كده كده ما بتنافسش على حاجه، انت مركز ثالث ومدفون، وممكن تبقى مركز رابع بعد الهزيمه دي، ممكن بعد الهزيمه دي خلي بالك لو وقعت الماتش الجاي فيوتشر يعديك، فخلي بالك كده. طبعا سمعنا هتافات النادي الاهلي، اكتبوا لي الهتافات في الكومنتات يا رجال، اللي سمع هتاف يكتبوا لي كده، سمعت البت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة، وانا اعمل ايه؟ قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا، حصر عليك يا اللي في بالي، لا طلت اول ولا تاني، يا بدوي يا شافع، الزمالك مش نافع. وهتافات كتير في المدرج سمعناها النهارده، جماهير النادي الاهلي كانت عاملة مزيكا في المدرجات النهاردة. ده تشكيل النادي الاهلي، نخش على تشكيل الزمالك. تشكيل الزمالك اللي محدش كان فاهمه، تحس ان اسوريو ده، هو انت بتعمل ايه يا اسوريو؟ انت جاب شوية لعيبة ورميهم في الملعب هم يتعاملوا؟ انت فاكر شغل اللامركزيه بتاعك ده هياكل مع جدي مارسيل كولر؟ مارسيل كولر مسكه كده لفه وراح حطه في جيبه، وراح مديله ثلاثه رايقه الشوط الاول، خلاه يقول ياما ارحميني بين الشوطين، راح منزل اربع تغييرات، افتكر انه هيعمل ريمونتادا، فاكر نفسه بيلعب في يوتشر، ما يعرفش انه بيلعب مع النادي الاهلي. بدا الشوط الاول هو بمحمد صبحي في حراسه المرمى، افضل حارس في مصر، انا بقول لكم لازم ندعم محمد صبحي ده يا جماعه، بيمسك الكره بتقع من ايديه وبتدخل جول. قال الاهلي كان عايز يتعاقد معاه، لا خليه في الزمالك، خليه في الزمالك، مش عايز. محمد صبحي النهارده عمل مباراه كارثيه، قسما بالله مباراه كارثيه مع الزمالك، في جوال كتير يسال عنها. في خط الظهر طبعا حسام عبد المجيد صاحب الاسيست الاول في المباراه، بيعمل اسيست بدماغه ولا احلى ولا اروع لحسين الشحات نجم مصر الاول، معاه ورا كمان المسلوسي، ومعاهم ثالث مين ورا، ومعاهم ثالث حاتم سكر، لعيب سكر قوي يا جماعه، بيرسي تو غفله في واحده كده، رقصه فرمطه فيها، فرمطه فيها حرفيا في الكره دي. قدامهم اثنين على الدايره، محمد عبد الغني لعيب ما يفقهش شيء عن كرة القدم، ومعاه فتوح في غير مركزه، نفسي افهم لما يبقى عندك جوهرة زي فتوح، يا ابني سيب الزمالك يا فتوح، اقلع التيشيرت ده ارميه وقول لهم انا مروح مع لعيبة الاهلي، تعالى يا ابني هنا يا ابني، تعالى هنا يا ابني، تعالى للفرقة دي، هتقعد بديل على فكرة لعلي معلول، اوعى تفتكر انك هتلعب اساس، احنا عندنا علي باشا معلول بيه، لكن تقعد على دكة النادي الاهلي اكرم لك بكتير والله. قدام فتوح وقدام عبد الغني رباعي على اليمين سيد نيمار، وبيروح ناحية الشمال شيكابالا، هو موجود على الورق، انا ما شفتوش في الملعب، بس لو انت شفته قول لي. انا شايف شيكابالا موجود في التشكيل، لكن في الملعب ما شفتوش، ما عملش اي حاجه. طب حد شافه شاط شوطه؟ لا. طب بصه صح؟ طب جه؟ طب عمل اي حاجه؟ ما شفتوش النهارده بصراحه
لكن شفته قبل الماتش في التشكيل. في طبعا احمد السيد زيزو اللي شاط واحده في العارضه، هو خلاص احنا بقينا متعودين عليها في مباراه القمه الشوطه بتاعه العارضه دي يا زيزو، بس قفشه مدي واحده الشوط الاول قنبله قاضيه في العارضه قسما بالله، عشان بس ما يزيطوش ويقول لك كوره زيزو بتاعه العارضه والكلام الفاضي ده، عشان هم بيحبوا الكلام ده قوي. وابراهيم نضاي موجود، وفي الامام سيف الدين الغطاس الجزيري، هو ما عملش حاجه النهارده بس انا مسميها، وحاول ياخد واحده والله، حاول في واحده برده ياخد ضربه جزاء بس ما خدهاش كده. ده تشكيل الزمالك، تشكيل غريب، انت بتلعبني من غير نص ملعب. قلت قبل الماتش كنت طالع لايف على التيك توك كده وقلت يا جماعه تشكيله الزمالك غريبه، يعني ايه بتلعب لي في نص الملعب من غير ولا لاعب؟ قال لك اصله هيوظف عبد الغني وفتوح في نص الملعب. طب ما بدل ما اوظف لعيبه في نص الملعب، ما انا عندي لعيبه نص ملعب، ما انا عندي رؤى، ما انا عندي عمرو السيسي، لعيبه تعبانه انا معاك بس بتلعب نص ملعب مكانها نص الملعب، لكن انت بتلعب لي بلعيبه اصلا مكانها مش نص الملعب، دي حاجه كانت غريبه من وجهه نظري. لايكات كتير يا رجاله بالله عليكم بقى، ما افضلش افكركم كل شويه، اللي ما خبطش اللايك وما عملش اللف كده لفظات ولايكات وها ها وكل الرياكتات اللي عندك تعملها، واعمل شير لللايف وخليه يلف في كل حته، ومنشن صاحبك الزملكاوي وقول له تعالى اسمع الراجل ده بيقول ايه، بيقول لك معلش. بدانا المباراه كده وبسم الله الرحمن الرحيم، والهدف الاول لحسين الشحات. ايه ده ايه ده ايه ده، هو في ايه؟ لسه ما لحقناش نقعد ونروق، وكمان كان في اعاده كوره، لقينا رجعنا من الاعاده هدف لحسين الشحات قسما بالله يدرس، هدف يدرس. اتفرج على الجول ده تاني، اتفرج على الجول ده لانه في اللايف كده مش هي يعني ايه مش هيعجبك زي ما تشوفه تاني، اتفرج على الجول ده وشوف العبقري حسين الشحات بيعمل ايه يا جدعان. كره طوليه من محمد الشناوي، حسام عبد المجيد مخرجها ناحيه بيرسي تاو، حسين الشحات بيقطع الملعب كله بالعرض ويجي ياخد الكره ويحطها تحت رجليه ويصرخ في المقص، ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ ايه الافتراء ده يا حسين يا شحات؟ اقسم بالله هدف اول في الدقيقه واحد عشان تبقى 1-0 للنادي الاهلي، ونقول يا ليله حمراء او يا ليله بني، على راي مدحت شلبي قال لك ده مش يا ليله حمراء ده يا ليله بني عشان الاهلي عامله مع الزمالك. بعد كده في الدقيقه 4 تلاقي صاروخيه محمد مجدي قفشه، ايه يا جدعان؟ الاهلي بيضرب صواريخ، الاهلي بيقصف مرمى محمد صبحي وتسديده صاروخ من محمد مجدي قفشه، لكن العارضه تشيلها وتشيل قضيه محمد مجدي قفشه اللي عمل ماتش كبير النهارده. هنقيم اللعيبه كلها وهنتكلم كل لاعب ياخد كم من 10 من لعيبه النادي الاهلي ومن لعيبه الزمالك، كل لعيبه الزمالك اساسا ما يعدوش الثلاثة من 10 تقريبا. بعد كده في الدقيقه 17 كوره فتوح بيلعبها لنيمار، نيمار بيرقص وانفراد هو محمد الشناوي، لكن بيشوط في النص بيمسكها بسهوله محمد الشناوي، ودي الهجمه الخطيره للزمالك في اول تقريبا نص ساعه. بعد كده في الدقيقه 20 حسين الشحاب بيرقص ويهدي واحده الكهرباء، يا فولت حرام عليك، يا فولت حرام عليك، انفراد كامل حسين الشحات يا جدعان، اون فاير اون فاير قسما بالله، بيعمل ترقيصه ويلعب واحده بالعرض بيوقفها محمود كهربا حلو قوي، انفراد هو الجول ويروح حاططها تشيب من فوق الجول، جول 100% شالها حاتم سكر من على خط الجول. ماشي يا عم ماشي يا عم، بيخفض النتيجه كده، هدف كان 100% كان لازم كهربا يقطع الشبكه فيها. بعد كده في الدقيقه 27 تاو بيعمل ترقيصه لحاتم سكر، قال له انت مش بتشيل الكره من على خط الجول، تعالى لي يلا هنا، جابه عند الخط وراح مفوت الكره كده، قال له تعالى يلا، راح سكر وقع على الارض قسما بالله كره ماليها حل. في الدقيقه 27 الناس اللي بتقطع الفيديوهات ترجع للدقيقه 27 من 26 ل 27 كده، وهالترقيص التو مع حاتم سكر هتتكيف. بعد كده في الدقيقه 30 ضربه جزاء لحسين الشحاب بيطالب بيها، لكن مش ضربه جزاء، ما اتعادتش بصراحه بس اتعادت بعد كده، لقيتها ما فيهاش حاجه فعلا، استلمها حلو جدا وحط لاعب الزمالك في ظهره، لكن ما كانش فيها دفعه تستحق ضربه جزاء. يعني بص احنا بنقول الحق، بنقول اللي لينا واللي علينا. بعد كده في الدقيقة 36 ورونالدو النادي الاهلي حسين الشحات بيسجل الهدف الثاني، يرقص ويودي الكرة على يمينه، بوم خد يا محمد يا صبحي الكرة سخنة، يحاول يمسكها محمد صبحي طبعا، الكرة تقطع الشبكة والهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقة 36. في الدقيقة 43 بعد كده حسام عبد المجيد بيدخل في حسين الشحات جامد قوي، دخلة غيظ من حسام عبد المجيد قسما بالله، كرة كارت احمر صريح لحسام عبد المجيد بيظلم فيها الحكم النادي الاهلي، كرة طرد لكن بيديله انذار بس، دخل بسن الستارز في قصبة رجل حسين الشحات، لكن حكم مصري ما يقدرش يطلع الكارت الاحمر على طول، بيديله انذار بس والكره فيها كارت احمر بيتظلم فيها النادي الاهلي. بعد كده في الدقيقه 47 وقبل ما ينتهي الشوط الاول علولو يحط زغلول جديد، زغلول جديد من علي معلول، كره بتتلعب من قفشه كان هياخدها فخري، الحمد لله انه ما خدهاش، دخل علي معلول. ايه اللي جايب معلول هنا يا جماعه؟ ايه اللي جايب معلول على قوس 18 في نص الملعب؟ بس ده معلول ما يتقالش ايه اللي جايبه هنا، ده دكتور في ناحيه الشمال، ده عارف
عارف هو بيعمل ايه، بيستلم الكره ويودي واحده بشماله عارفه طريق الجول، لكن محمد صبحي برده والكره سخنه راحت داخله من ايديه وداخله عشان تبقى الجول الثالث للنادي الاهلي. ثلاثيه نظيفه عشان تفكرنا بثلاثيه بيتسو موسيماني في الشوط الاول في الماتش اللي خلص بخماسيه للنادي الاهلي، كان 5-3 النهارده 4-1، دي فرق 2 دي فرق 3، احسبوها انتوا زي ما انتوا عايزين، لكن احنا بنديكوا على كل لون، احنا بنديكوا كل السكورات اللي انتوا عايزينها. علي معلول بيضرب الثالث ونقول الحفله النهارده، نقول السته والسبعه جايه في الطريق، لكن الشوط الثاني على طول اسوريو بينزل رؤى وينزل السيسي وينزل عمر جابر ومحمد طارق، نزل لي كتيبه لعيبه من على الدكه كلهم ما فهمش حد سوبر من وجهه نظري، بيخرج شيكابالا، انا مش عارف هو شيكابالا اصلا كان في الملعب يا جماعه، بالله عليكم لو حد شاف في الملعب بجد يقول لي بجد، عشان انا قلقان من الموضوع ده، مش فاهم هو الغلط في موقع 365 ولا الغلط في ايه. انا ما شفتش شيكابالا جوه الملعب، يعني انا شفت شيكابالا موجود في التشكيل هنا على 365 وبيقولوا انه خرج بين الشوطين، بس انا ما شفتوش في الملعب، لو حد شافه يا ريت يقول لي في الكومنتات بعد اذنكم، هستنى يا جدعان هستنى مش هكمل، عايز اعرف بالله عليكم حد شاف شيكابالا فعلا في الملعب كان بيلعب يا جماعه، ولا انا اللي مش واخد بالي، ولا في ايه؟ انا بسال بجد ما بهزرش. يا جدعان ردوا عليا يا جدعان في الكومنتات بالله عليكم، هو كان موجود في الملعب فعلا؟ يعني هو فعلا كان بيلعب ولا التشكيل هو اللي غلط ولا ايه؟ انا ما اعرفش بصراحه، موجود في التشكيل عندي وخرج لي بين الشوطين، قال لك شيكابالا خرج، انا مش عارف بصراحه، خرج معاه كمان اهو محمد تركي بيقول لي لا ما كانش موجود، ابا نوب بيقول لي لا ما كانش موجود، اهو محمد لا شيكابالا كان بيلعب، اهو في واحد شافه، طيب خلاص يعني لو واحد شافه يبقى معنى كده انه كان موجود، اسلام بيقول لي طب خلاص لا كان موجود يا رجال كان موجود خلاص، بيخرج شيكابالا وبيخرج سيد نيمار وبيخرج حاتم سكر لعيب سكر قوي وبيخرج حسام عبد المجيد صاحب اسيست الجول الاول، بعد كده الزمالك بيمسك المباراه بصراحه في الشوط الثاني، نص ساعه زملكاويه كامله مسكوا الماتش، هجموا علينا قدروا يسجلوا جول عن طريق ضربه جزاء كالعاده، هم هيسجلوا ازاي غير من ضربات جزاء، ضربه جزاء فيها سذاجه من اليو ديانج بتزق ليها ديانج، كوره ما لهاش اي لازمه ان انت تعمل فيها الدفعه دي، مع ان الكره والله فاول الاول للنادي الاهلي، يعني الفار المفروض اللي انت رجعت له يا بنا كنت تشوف ان الجزيري عامل فاول مع محمد شريف يا عم، المفروض الكره فاول للاهلي من الاول، اتحسبت ضربه جزاء للزمالك، الاول كان في فزلكه من عبد المنعم في الدقيقه 53 انفراد كامل لنضاي شناوي اسد بيحافظ على نظافه شباكه في الكره دي، بعد كده غلطه من الشناوي وغلطه بعديها من منعم عشان زيزو يشوط واحده لكن بره، في الدقيقه 63 الزمالك بياخد ركله جزاء خدها زيزو وسجلها زيزو، دخلت في محمد الشناوي شايفها فاول الاول للنادي الاهلي لمحمد عبد المنعم، الحاج بيقول مبروك للاهلي اهو في الكومنتات، منور الدنيا منور الدنيا، وش السعد على الاهلي دايما، بحب اتفرج معاه مطوش يا جماعه والله. المهم الكره دي في الدقيقه 63 الاهلي الزمالك بياخد ضربه جزاء وبيسجلوها، في الدقيقه 66 ابتدى الاهلي يعمل تغييراته، بينزل كوكا وبيخرج فخري، يا جدع من بدري يا جدع من بدري يا جدع، خرج فخري ونزل اي نزل شريف يلعب ديفندر في نص الملعب، نزل احمد عبد القادر بفزلكته يلعب ديفندر في نص الملعب، نزل اقول لك على نزل علي لطفي يلعب ديفندر في نص الملعب، بس ما تلعبليش ما تلعبليش فخري ده في نص الملعب، بينزل كوكا مكانه على الاقل بيعرف يباصي، يعني فخري ده كان في كوره كده هو وعلي معلول قدامه راح مباصيها في الاوت، يا حبيبي ليه يا حبيبي بتعمل كده ليه يا بابا، ما هتفهمش هو بساطه في الكوره كلها 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 قسما بالله غريبه، ما بيبصيش كوره واحده توحد ربنا صح، لعيب سيء جدا 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 الشوط الاول بالخصوص، كان في تورطايه الاهلي بيقدمها وكان في فوقيها كده حته حاجه وحشه حته حاجه بايظه اسمها محمد فخري، بعد كده بينزل محمد شريف وبيخرج كهربا، كان نفسي شريف ينزل من بدري وكهربا يخرج، انا قلت ان كهربا هو اللي يبدا لانه يستحق البدايه، لكن محمد شريف كان لازم ينزل، كهربا غير موفق خلاص، وشريف قدام الزملكاويه بيبقى فايق قوي، بيبقى حاجه ثانيه، بيبقى محمد شريف يا جدعان بيقلب ايرلينج هالاند قدامه، مو فعلا سجل في البلاس 90، بعد كده هم بينزلوا ناصر منسي ويخرج السيسي اللي اتصاب من محمد هاني الخلوق اللي داس على رجليه، والله فعلا ما يقصد، قاعد يقول والله ما اقصد بدل المره 100 انه فعلا ما كانش يقصد، خرج السيسي مصاب ربنا يرجعه بالسلامه وتكون بسيطه باذن الله، بينزل مكانه ناصر منسي عشان يلعبوا باثنين مهاجمين، انت قد اثنين مهاجمين يالا، انت هتلاعب الاهلي باثنين مهاجمين انت اتجننت، ما علينا. بعد كده في الدقيقة 77 بينزل بيخرج بيرسي تاو ينزل كريستو مكانه، لعيب كويس جدا بس عايز ياخد كتير يا جماعة، بيخرج الشحات سوبر حسين الشحات نقوم نقف واحنا بنتكلم على حسين الشحات، بيخرج وينزل مكانه طاهر محمد طاهر كان كويس طاهر ما كانش وحش، في الدقيقة 80 الجزيري بيرقص ويشوط واحدة حلوة، بعد كده بينزل رامي ربيعة ويخرج قفشة، رامي ربيعة لما بيلعب في نص الملعب بيبقى عظيم قوي يا جماعة والله، بيبقى عظيم قوي لما بيلعب في نص الملعب، لازم نبدأ ندفع برامي ربيعة في نص الملعب، لعيب بيزيد ويشوط صواريخ، شفنا واحدة من رامي ربيعة، شفنا الأول
اول شوط تزيزو في الدقيقه 85 صاروخ في العارضه من بعيد قوي عشناوي تتمسك عشناوي قسما بالله لكن راحت وجت في القائم كده كره متعودين عليها من زيزو بس ما مسكش دماغه بقى الحركه اللي احنا بنحبها. بعد كده في الدقيقه 86 كورنر ورأسية الشناوي يلمسها وتخبط في العارضه الشناوي حافظ برده على نظافه مرمانا كان ممكن جدا يسجل الجول الثاني في الوقت ده شوطه زيزو ورأسيه الجزيري. بعد كده في الدقيقه 89 بيرد رامي ربيعه بشوطه قويه جدا بيصدها محمد صبحي تصدي وحش كان المفروض يخرج في الكورنر لكن هو خرجها في نص المرمى كده ومحمد شريف كان متسلل فيها. في الدقيقه 92 طاهر بيلعب واحده لياسر اللي جاب ياسر هنا ياسر كان بيهاجم في الكوره دي بعد كده ياسر لعبها لهاني اللي شاط واحده بتخرج بره. وفي الدقيقه 94 محمد شريف المخيف بيسجل في الزمالك الهدف الرابع لازم يبصم. انا قلت يا جماعه ازاي ماتش قمه وشريف ما يسجلش ما تمشيش ما تركبش بالنسبه لي شريف بيسجل على طول هدف في نهايه المباراه 4-1 للنادي الاهلي. الاهلي بيعمل فيلم رعب يفضل في دماغ الزملكاويه 3-0 دور اول 4-1 دور تاني. انتوا فريق ضعيف انتوا فريق ضعيف افهموها واعقلوها انتوا فريق ضعيف لعبناكم في السوبر اديناكم 2-0 هدف لبرونو سافيو وهدف لكريم فؤاد بعد كده لعبناكم في الدوري مع كولر اديناكم 3-0 بهدف محمود كهربا وهدفين لمحمد شريف لعبناكم الدور الثاني اديناكم برباعيه نعمل فيكم ايه تاني ايه الارقام اللي ما كسبناهالكوش 6 كسبناكم 5 كسبناكم 4 كسبناكم 3 كسبناكم 2 كسبناكم 1 نعمل ايه الارقام اللي فاضله في كره القدم يا جماعه زهقنا انتوا ضعاف قوي انتوا منافس ضعيف بالنسبه لنا افهم دي واقتنع بيها. آه كلام كتير كلام كتير كلام كتير خلينا نقيم اللعيبة بسرعة عشان عندنا مونتاج لرد فعلي على المباراة والله ما ينفع يفوتك روح على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل الجرس بسرعة عشان رد في الفعل لما تنزل هناك تشوفها أول واحد رد فعل على أهداف المباراة مهمة قوي هتنزل بكرة بإذن الله. النهاردة الأهلي محمد الشناوي 9 من 10 يا شناوي لولا الكلين شيت مع إنها ضربة جزاء يا ابني ما تسألش عنها 9 من 10 محمد الشناوي مباراة كبيرة محمد هاني 9 من 10 ماتش قوي جدا من محمد هاني عمل مباراة محترمة محمد هاني النهاردة. ياسر ابراهيم واحد من نجوم المباراة 8.5 من 10 ماتش كبير من ياسر ابراهيم. محمد عبد المنعم اقسم بالله ادائك يا ابني المفروض تاخد 10 من 10 الغلطات اللي بتعملها بسبب فزلكتك تخليك تاخد 0 ما تجننناش يا محمد عبد المنعم يا ابني انت افضل كواليتي مدافع شفته في حياتي في مصر افضل من وائل جمعة قلتها وهفضل اقولها ككواليتي لاعب مش كطبعا عشان الناس بس ما تقطعش الحتة دي ويقول لك ده بيقول عبد المنعم افضل من وائل جمعة لا وائل جمعة عمل كتير قوي واحد من اقوى اللعيبه في تاريخ مصر لكن امكانيات محمد عبد المنعم والله اعلى والله اعلى خف فزلكه شويه ابوس ايدك. محمد عبد المنعم النهارده 7 من 10 عشان الاخطاء اللي عملها دكتور علي معلول ناحيه الشمال 10 من 10 واحد من رجال المباراه جاب جول واحد من افضل اللعيبه. اليو ديانج النهارده عمل ضربه الجزاء وما كانش عاجبني بس كان شايل نص الملعب لوحده في غياب كل اللعيبه لكن الاهلي بمن حضر زي ما دايما بنقول اليو ديانج النهارده 6 من 10 جنبي محمد فخري لا تقييم. هتقولي لا تقييم ازاي يا عم ده لاعب ما هو تقييمه صفر يعني هديله ايه غير صفر لعيب ملوش اي لازمه في نص الملعب ملوش اي لازمه في النادي الاهلي من وجهه نظري. قدامه محمد مجدي قفشه اللي عمل مباراه كبيره النهارده لازم نقول شابوه لقفشه عليها 9 من 10. على اليمين بيرسيتاو 6 من 10 عندك احسن بكتير من كده يا تو خط انفراد صريح كان المفروض تسجله. على الشمال حسين الشحات ومين انا عشان اقيم حسين الشحات هو ينفع حد يقيم حسين الشحات في ماتش النهارده 100 من 10 يا ابني نجم المباراه الاول والاوحد والاقوى والاعظم وكل حاجه حسين الشحات نجم من نجوم المباراه طبعا هو الافضل اكيد وخد مان اوف ذا ماتش سجل جولين وعمل شوط قياسي حسين الشحات وبيقول لاحمد سيد زيزو ان احنا في بينا صله قرابه ان احمد سيد زيزو المفروض يقول لحسين الشحات يا عمي. وفي الامام محمود عبد المنعم كهربا كان غير موفق النهارده 5.5 6 من 10 هو كمان محمود كهربا النهارده. بعد كده تغييرات النادي الاهلي مين اللي نزل اول حد نزل كان احمد نبيل كوكا 5 من 10 نبيل كوكا لاعب عادي. بعد كده محمد شريف نزل مكان عبد المنعم محمد شريف نزل مكان محمود عبد المنعم كهربا محمد شريف 9 من 10 محمد شريف سجل جول وعمل مباراه كويسه في الشويه اللي نزلهم. الضاوي كريستو وطاهر ورامي ربيعه كلهم 6 7 من 10 كلهم متوسطين كانش حد فيهم سيء وما
كانش حد فيهم سوبر السوبر يعني. نجم المباراه الاول طبعا حسين الشحات، تاني واحد اكيد من وجهه نظري علي معلول، ومن بعديهم محمد مجدي قفشه ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد الشناوي، كل دول يجوا مع بعض، كل دول كانوا نجوم المباراه. قول لي رايك انت في الكومنتات مين الافضل، وطبعا الاسوا مش هنهزر يعني، اكيد محمد فخري اسوا واحد في الملعب. لايكات كتير وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل لكل الناس ويوصل ويلف الدنيا كلها كده، وهات لي اصحابك الزملكاويه في الكومنتات، روح على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل الجرس واستنى ردة فعل مباراة الاهلي والزمالك. سلام.